البرنامج الأول اللي بدي أحكي لكم فيه عن الميتافيرس الخاص بالأعمال، تمام، اللي هو الورك رومز التابع لفيسبوك. حاليا فينا نستخدم المكتب، تمام، أورجيكم كيف فينا نستخدم المكتب أول شيء، بعدين في أشياء تانية رح أحكي لكم عليها. مثل ما كم شايفين شباب، هون أنا المكتب، لما أول مرة أنت بدك تعمل المكتب الخاص فيك بالورك روم، شو بتعمل؟ بتجيب القبضة وبترسم فيها المكتب تبعك بهذا الشكل، بتعمل مسح، تمام. هيك أنا حددت المكتب الخاص فيني، تمام، وهيك مثل ما كم شايفين هذا المكتب الخاص فيني حاليا، وهي قاعة الاجتماعات مثل ما كم شايفين. اللي عنده نظارة الأوكيلاس كويست 2 بيقدر يبعث لي كرمال انه نعمل هون اجتماع مع بعض، ونجي نتناقش ببعض مشاريع العملات الرقمية، ونحلل السوق مع بعض، نتداول مع بعض، نعمل شيء اذا بتحبوا يعني، طبعا ضمن الواقع الافتراضي وضمن الميتافيرس. وهلا رح ورجيكم كيف فيني خلي الكمبيوتر الخاص فيني، كيف فيني انقله مباشرة على سطح المكتب او على المكتب الخاص فيني هون ضمن الورك روم. نضغط هون على كلمة كمبيوتر، مثل ما انكم شايفين هاي الكمبيوتر الخاص فيني صار موجود هون. فيني اعمل هون شير سكرين، مثل ما انكم شايفين فيني اعرض لكم الشاشة هون، فينا نقعد نتناقش، فينا نعمل اي شيء. يعني مستقبل الاعمال شباب، الاجتماعات والذي منه، رح تلاقوها كلياتها رح تصير بهذا الشكل فعليا. يعني الموضوع مو مجرد انه موضوع عادي، او انه انتم هلا يمكن ما لكم حاسين بالتجربة كيف، بس هي فعلا يعني كأنه حرفيا انت قاعد بقاعة اجتماعات، يعني بكل التفاصيل مثل ما انكم شايفين، بكل التفاصيل. حتى هون بهي المنطقة هون فينا، يعني انه في حال حدا ما عنده نظارة الاوكيلاس كويست، فينا ننتقل او يشاركنا هون الاجتماع من خلال تطبيق زوم، تمام. في شغلة بدي احكي لكم عليها، فيني انا هدول اشلحهم، تمام، وتصير النظارة تتبع حركة ايدي بس بقى. يلا ولاد مثل ما انكم شايفين، شايفين هلا انا بايدي طبيعي، بشكل طبيعي فيني استخدم ايدي باني يعني اتعامل بكل ما يتعلق بالورك روم هون. هلا راح طفي الشير، بس مجرد اني بضغط هون مثل ما انكم شايفين، هلا الشير طفى، فيني كبر شاشة المكتب، شاشة الكمبيوتر تبعي هون على المكتب مثل ما انكم شايفين. خلينا نرجع نعمل شير، هي مثل ما انكم شايفين، تمام. هلا خليني ارجع امسك القبضات وورجيكم الوايت بورد. حاليا مثل ما انكم شايفين هي الوايت بورد، تمام، هي الشاشة اللي انا من الاساس مشاركة. فيني طفي الشير سكرين، وهي فيني استخدم القبضة اللي معي كاستخدمها كألم، بس اني امسك القبضة امسكها على الجنب الثاني، تمام. وبكل بساطة هلا انا وعم بكتب بحس في رجة، تمام، فبالتالي موضوع الكتابة بيصير كتير سهل، تمام. هاي دكتور كريبتو، يا هلا والله. هلا خلينا نرجع ننتقل نقعد على المكتب، ومثل ما لكم شايفين هي الكتابة اللي انا كتبتها على السبورة. يعني حتى بمستقبل، يعني حتى بمستقبل التدريس، يعني بتوقع انه الموضوع يكون جدا جدا مثير للاهتمام، انه يكون في استاذ عم يشرح شيء معين، والطلاب كلهم قاعدين بالميتافيرس، كل واحد قاعد ببيته، كل واحد ببلد، والموضوع ماشي بشكل جدا سلس وجدا رائع ومثير للاهتمام.